الحقيقة I was really really impressed بال CDA السنة اللي فاتت. محدش فينا كان متوقع انه يطلع بالشياكة دي والإليجنسي والريتشنس وفوكس وستريت تو ذا بوينت. فخلق الحقيقة بلاتفورم قوية جدا وحقق نجاح الحقيقة من أحلى ما يكون. وأنا متوقع السنة دي إن CDA يعمل تويست شوية ويركز قوي على الحتة بتاعة الديزاين قوي كإيفنت الحقيقة. من فيرست ستيب بخش فيه الإيفنت عاوز أحس الأتموسفير كله حواليا كله ليه علاقة بالديزاين. ديزاين بقى في فوتوغرافي, في الاركيتكتشر, في الانتيريور, في البرودكت ديزاين, في اللايتنج ديزاين, في وات ايفر ايا كان. عاوز احس الاتموسفير كله كده اتس اول اباوت ارت, يبقى ارتستيك ترندي, يبقى في فايبز كده تخرجني بره الاتموسفير اللي احنا الحقيقه عايشين فيه. I'm sure 100% ان CDA هيبقى البلاتفورم الرئيسي على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى العالم العربي, وإن شاء الله very soon هيبقى على مستوى العالمي. هيبقى بلاتفورم هيقدم أشكال تانية خالص, هيقدم personalities مختلفة, هيقدم الفكر المصري بطريقة مختلفة ومتطورة الحقيقة, وهيعمل طفرة قوية قوي. فبتمنى لكل المقدمين السنة دي أو اللي داخلين المسابقة السنة دي إن شاء الله بالتوفيق والنجاح, وبتمنى CDA بنجاح السنة دي أكتر وأكتر كمان إن شاء الله. ومتوقع إن شاء الله إن هو يظهر بالشكل مختلف خالص عن السنة اللي فاتت, مور زي ما أنا قلت في الأول مور تريندي ومور أرتستيك أكتر, عشان يبقى inspiration للناس كلها. فأتمنى للجميع إن شاء الله النجاح السنة دي في CDA, وgood luck للناس كلها إن شاء الله.